مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناه البلاد. سعيد بلقائكم في الامسيه في استوديو الجزائر، طبعا للحديث على قضايا كثيره جدا، واهمها على الاطلاق بطبيعه الحال ما جاء في مجلس الوزراء قبل يومين في مجالات مختلفه مست شرائح كبيره من المجتمع الجزائري، خاصة شريحة الأئمة، يعني أو خلينا نقول نعم الأئمة في الجزائر، بحيث أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي للإمام، إضافة إلى ضرورة تحسين الرواتب تاعهم واستفادتهم من السكنات حسب نوعية المساجد والجوامع الكبيرة إلى آخره، فضلا عن مزايا أخرى ممكن أن يستفيد منها الإمام. كما هذا الأمر هذا راح نتحدث عليه في الجزء الأول هذا من استوديو الجزائر، ثم نعود في الجزء الثاني للحديث حول زيارة التي يؤديها رئيس الحكومة التونسي إلى الجزائر، وهي أول زيارة يؤديها بعد تنصيبه على رأس الحكومة التونسية. واليوم كان عقد طبعا منتدى القمة الجزائرية التونسية للأعمال والاستثمار والاقتصاد وغيره. إذن نرجئ هذا الجزء الثاني من استوديو الجزائر. إذن مباشرة نرحب بك شيخ جمال غول، إمام ويعني رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، هكذا في قطاع شؤون دينية. نعم، بارك الله فيك، شكرا على هذه إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم الذي يهم هذه الشريحة المهمة، شريحة الأئمة بمختلف رتبهم. هذه الشريحة اللي اليوم عندما يتحدث عن وضعيتها وعن تحسينها في مجلس الوزراء، فهذه التفاتة في طيبة والتفاتة في المستوى، لأنه طال انتظار الأئمة إلى هذه الالتفاتة، وفي الأخير الحمد لله إن شاء الله يكون تجسيد هذا القرار في أقرب الأوقات بإذن الله. طيب شيخ، يعني اهتمام رئيس الجمهورية بالإمام وبالمسجد وبوضعية الإمام وغيره، كاهتمامه بالفلاحين، كاهتمامه بالطلبة، كاهتمامه بكثير من شرائح المجتمع الجزائري، خلينا الآن في الأئمة، هل برأيك هو بمثابة يعني الدعم والسند القوي للمؤسسة المسجدية في الجامع، للمرجعية الإسلامية في الجزائر، للمرجعية الجزائرية، دعم لجزائريين هم على ثغر من ثغور هذه الأمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. حقيقة السيد رئيس الجمهورية بهذه الخطوة فهو يعطي حقيقة دعم لهذه الفئة للمساجد بإطاراتها، وهذه ليست الخطوة الأولى بل هي خطوة ثانية معززة للخطوة الأولى التي كانت أول من سنها هو السيد رئيس الجمهورية عندما رسم يوما وطنيا للإمام، وأصبح هذا اليوم في كل عام يبرز فيه جهود الأئمة ويكرم فيه بعض الأئمة، ومن أجل أن يبينوا الجهود الكبيرة والمساعي الحميدة التي يبذلها هذه الفئة في المجتمع الجزائري. فكان ترسيم هذا اليوم في 15 سبتمبر هي ذكرى وفاة الشيخ الكبير رحمه الله، وهو يستحق أكثر من ذلك لما قدمه في مجال التعليم القرآني والإمامة، وتخرج على يده بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم مئات ولربما آلاف الأئمة في كل ربوع الوطن، واليوم كثير من المدارس القرآنية في أعماق إفريقيا يعني. نعم، ربما حتى في أعماق إفريقيا. نعم. وتوافق هذا اليوم الذي اختير ليكون يوما وطنيا للإمام، توافق مع اليوم اللي تأسس فيه المجلس تاعنا، المجلس الوطني المستقل، تأسس في 15 سبتمبر 2012، فكانت موافقة من عند ربي سبحانه باش يكون هذا المجلس إن شاء الله كما يعني يمثل الجهود الحقيقية والمساعي الرامية إلى تعزيز مكانة الإمامة وتقديم الخدمات اللازمة في مستوى هذه التحديات التي يواجهها المجتمع الجزائري. احنا في الذكرى الأولى لهذا اليوم الوطني للإمام يعني انتظرنا
انتظرنا أن يكون هناك خطوة أخرى تعزز من هذا الترسيم ومن هذه الالتفاتة. وقد جاءت يعني. وفي الذكرى الثانية، قبل الذكرى الثانية في 2 سبتمبر هذا الماضي، راسلنا السيد رئيس الجمهورية مراسلة رسمية وبلغنا باللي الخطوة الأولى في ترسيم اليوم الوطني للإمام كانت خطوة قوية وخطوة صحيحة وخطوة إيجابية يعني وتقبلها المجتمع. سامحني أستاذ جمال، ما نقولوش رد الاعتبار. نعم. بالتعزيز هذا الاعتبار هذا للإمام حقيقة في المجتمع الجزائري حقيقة. فقلنا له أن هذا أمر يعني يثمن، وقلنا له بأنه لا يعجزك أن تزيد خطوة أخرى من أجل أن يتعزز حقيقة في هذا اليوم. إليكم. والحمد لله استجاب. نعم. وكان هذا القرار. شيخ، فقط لما نتحدث عن الأجور، مدام اليوم هي الحديث حول أجور الأئمة وتحسين رواتبهم، يعني رئيس الجمهورية يقر بأنه أجور الأئمة تحتاج إلى إعادة نظر وتحتاج إلى زيادة، إضافة إلى السكنات، إضافة إلى حماية الإمام، كما قلت الاعتراف باليوم الوطني للإمام، يعني دعما لمعنويا للإمام. هل برأيك الآن لما ندخلوا في التفاصيل ينبغي أن يعني تطبق قرارات الرئيس كما ينبغي، يعني ويعاد الاعتبار لأجر الإمام اللي أكيد يعني ما هوش حاجة كبيرة بزاف يعني؟ نعم، حقيقة اليوم احنا في أجور الأئمة، طبعا الأئمة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف هناك مجموعة من الرتب. نعم. ما هوش في رتبة واحدة. أكيد. على حسب الشهادة وعلى حسب التصنيف. ولكن هذا التصنيف في أجور الأئمة خاضع، طبعا خاضع لمجموعة من القوانين ليخضع لها جميع المنتسبين للوظيفة العمومية. نعم. ولكن أين هو الإشكال؟ الإشكال أننا إحنا اليوم عندما نطالب بالزيادة ماشي باش نكونوا خير من الناس، ماشي باش نكونوا أعلى من القطاعات الأخرى، يعني تطالبون بحكم في مستوى القطاعات الأخرى التابعة للوظيف العمومي. نعم. نعطيك على سبيل المثال، على سبيل المثال طبعا القانون الأساسي هو الذي ينظم قضية الترقيات والرتب. نعم. والمهام والشروط. إلى آخرهم. احنا في هذا القانون كان فيه خلل منذ 2008، بعض الرتب حرمت من الترقية من 2008 إلى يومنا هذا، ما ترقاش ولا رتبة. نعم. ولا رتب. وهذا مخالف لقانون الوطن العمومي، هذا خلل حتى الآن أنهم يعالجوه الآن بماذا؟ عن طريق الرخص الاستثنائية. نعم. وهذا اللي يستدعي تعديل القانون الأساسي. ما نبقاوش نخدمه بالرخص في كل مرة نديرو رخصة. لما الوظيف العمومي يقبل برخصة استثنائية يوافق عليها، بمعنى هناك خلل حقيقي، خلى وضعية غير منسجمة. وهذا هو الشيء اللي خلى رئيس الجمهورية ربما لأنه قبل ما يتخذ، سامحني، قبل ما يتخذ قرار رئيس الجمهورية أكيد يستمع للوزير، يستمع لوزير المالية، ويستمع حتى الشريك الاجتماعي. نعم. رسمنا كم مرة. نعم. بهذه الحيثيات. نعم. مع الحكومة. طيب. إذن هذا بالنسبة للقانون الأساسي. الآن بالنسبة للقانون الأساسي فيه تصنيفات. هذه التصنيفات المفروض أنها تستند إلى مستويات التأهيل العلمي. نعم. بمعنى كل من عنده شهادة الليسانس. نعم. في أي قطعة. نعم. يصنف صنف 12 قال قطعات في الصحة في كل قطعات. الآن اللي عنده شهادة دكتوراه في قطاع التعليم العالي وهو قطاع تابع للوظيف العمومي يصنف خارج التصنيف. نعم. يعني فوق 17. نعم. تصنيف آخر تماما. نعم. الآن الدكتوراه في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف لا تصنف، ما عندهاش تصنيف. فهذا خلل، هذا خلل. يعني برأيك ينبغي أن تصنف، أن تصحح. طيب. الناس ما يروحوش قطاعات أخرى. نعم. هذا بالنسبة للقانون الأساسي. من بعد يجينا النظام التعويضي. وهنايا التعويضات اللي هي فيها تأثير كبير على الراتب. الآن مادام قلنا بلي التصنيفات راهي متساوية بين جميع القطاعات. نعم. أستاذ جمال، بالنسبة المفروض الرواتب تكون كيف. أكيد. ولكن الرواتب مختلفة اختلافات كبيرة جدا تصل إلى الضعف. علاش؟ النظام التعويضي مجموع المنح اللي يتقاضاها الموظف في أي قطاع هي تقوي الراتب. نعم. احنا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عندنا نظام تعويضي فيه بعض المنح، لكنها منح نستطيع أن نقول بأنها فتات، لأنها هزيلة جدا، تحتاج إلى تحيين. نعم. وتحتاج إلى استحداث رتب جديدة تتماشى مع المستجدات الواقعية من خلال الشهادات ومن خلال التكوين اللي تلقاه الإمام. وهناك مسألة أخرى جمال، مادام نقترح نسقسيك على قضية هذا يعني التعويضات وهذه المسائل هذه اللي يعني تخلي الراتب يزيد يرتفع شوية. نعم.
هل برأيك اليوم هذه التعويضات هذه ينبغي أن تكون كذلك في مستوى التحديات حتى لا أستعمل عبارة الإكراهات؟ نعم. اللي تقع نعم. على كاهل الإمام، يعني الإمام اليوم في حاجة إلى طلاع، في حاجة إلى كتب تكوين. في حاجة إلى تكوين، في حاجة, حاجة إلى هندم لائق. نعم، في حاجة إلى هندم كما قلت لائق، في حاجة إلى مركب لائق، في حاجة إلى مسكن. نعم، هل برأيك الآن هذا الأعباء التي تقع على كاهل الإمام تحتاج إلى تعويضات يعني تكون في المستوى؟ نعم. حقيقة اليوم إحنا الوقت اللي رانا فيه طبعا القدرة الشرائية اليوم راهي ما هيش في متناول الجميع، لأن الأسعار التهبت التهاب كبير، وهذا معروف عند الجميع، دول العالم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآن الأئمة بمختلف رتبهم اليوم تغيرت وضعيات كثيرة، وضعيات متعلقة بالتكوين اللي تلقوه وبالتالي تلقوا وبالتالي يحتاجوا إلى تعويض على هذا الرتبة الجديدة. نعم. والشهادات اللي تحصلوا عليها من الآن كثير من الأئمة عندهم شهادة دكتوراه، ماجستير، ماستر، نعم. ليسانس، نعم. إلى آخره، والحمد لله. فهذه الوضعيات الجديدة لابد أنها تعالج عن طريق النظام التعويضي. الآن النظام التعويضي هي مجموع المنح اللي يتقاضاها الإمام ولا القيم ولا معلم القرآن بسبب المهام التي يؤديها. نعطيك على سبيل المثال، احنا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عندنا رتبة الإمام الأستاذ، والإمام الأستاذ الرئيسي، عندنا أستاذ التعليم القرآني. لما نقول رتبة أصلا اسمها أستاذ، بمعنى بدون شك أنه يمارس التعليم، مهام التعليم، وهذا اللي يمارسوه معلم القرآن. يقرروا الأئمة يوم الجمعة في دروسهم، وش يديرهم؟ يقرروا في الناس. نعم. يقرروا في الناس. الآن قطاعات أخرى يمارسون التعليم سي نورمال، في التعليم العالي ولا في أكيد. التربية أكيد. عندهم عطولهم منحة خاصة بالتعليم سموها الخبرة البيداغوجية، وأنتم تطالبون بنفس يعني خبرة طيب. بيداغوجية في لأنه نمارسوا التعليم. بل إحنا أصعب من تعليمهم أصعب بكثير، لأنه الأستاذ في مرحلة معينة من التعليم. نعم. يدرس من فئة في نفس المستوى. الرسالة ميساج يكون أسهل، إحنا ندرس جميع المستويات من الكبير. نعم. للصغير. نعم. البروفيسور لازم يلقى حاجته يوم الجمعة. صحيح. واللي ما قراش لازم يفهم أيضا وش يقول الإمام. طيب هذه يسموها الخبرة الأندرو بيداغوجيك، يعني تعليم الكبار والصغار. إذا كانوا هما يديو من حالة تعليم الصغار 4% يعني 4% من الأجر من الأجر حسب الدرجات فاحنا على الاقل ندو 8%. طيب سي جمال ماذره، يعني هذه المسائل هذه تاع المنح والرتب هي تفاصيل، وربما المشاهد الكريم مش مندوخوش يعني. صحيح. هل برايك سي جمال هذا القرار هذا اللي اتخذه رئيس الجمهوريه اليوم رايح يخلي يعني المجتمع هو الاخر يغير شويه النظره تاعو للامام، بحيث يصبح أكثر اهتماما بالإمام، استماعا له، احتراما له؟ أنا لا أقول أنه لا يحترم الإمام، حاشا أبدا، ولكن راح يخلي قيمة الإمام ترتفع في المجتمع. يعني حقيقة هو سيد رئيس الجمهورية، احنا في نظرنا بمجرد ما انتخب رئيسا. نعم. يعني دار هذه الخطوة تاع ترسيم يوم وطني الإمام. ما كانش كامل قبل. هذا إعلاء لهذه الوظيفة. هذا تكريم، هذا إبراز لجهود، يعني هذا أمر احنا كنا طلبنا به في 2018 ولم يسمع لنا، ما سمعوناش، وشافوها باللي حاجة بعيدة جدا كيفاش يكون الإمام عنده يوم وطني. حتى وزيرنا في ذلك الوقت ما كانش يحلم بذلك. فالرئيس دار هذه الخطوة، خطوة جريئة، باش يعد هذا اليوم وطني الإمام، بمعنى أنه حقيقة راه مهتم بهذه الفئة، أو حب يرجع لها القيمة ورسالة للمجتمع كذلك. نعم. لدعم موقع الإمام. الآن بالنسبة للمجتمع، طبعا احنا الأئمة مصداقية الإمام في المجتمع ما كاش لي شكك فيها، يعني سامحني، ولكن هذه عند من هذه عند الناس الكبار، ولكن الأجيال تاع والدينا ومن بعدهم. ولكن كاينه ملاحظه سي جمال، من الناشئة اليوم، من أطفال اليوم، أبنائنا اليوم. نعم. راهم يكبروا على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. فالآن صورت لهم قدوات أخرى تماما، غير القدوات الصحيحة. أصبحوا يتبعوا ويتأثروا بالمؤثرين بين قوسين تافهين اللي ما ينفعوش، يعني مؤثر في 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 تفاهات بالعكس أدت إلى انحرافات عند الشباب. الآن لما نشوفوا الشباب تاع اليوم في تسريحات شعرهم، هل هم يقتدون في ذلك بعلماء وخبراء
ولا بيتا فين؟ ولكن رب هذا هو التخوف. سامحني جمال، في تصريحات الشعب هنا أنا نقول لك ربما ذوق العام جمال تزحزح شوية، تغير شوية، وربما ما لا تراه ما لا تراه شيخ عندك مقبولا ربما يراه أنت يجي يصلوا عندك في المسجد بتسريحات شعر ربما. طبعاً. ولكن هذا المجتمع الذوق العام تحرك تطور. الذوق العام من الذي حركه؟ هل حركته القدوة الصحيحة ولا حركته القدوة التافهة؟ هذا الإشكال. الإشكال يوم الذوق العام، النظام العام، الأسلوب العام، طريقة العيش العام يؤثر فيها التافهون أكثر من الناس اللي يستهلكون القدوة. وهذا الذي ينبغي أن نعمل عليه. صحيح. فلما نرجع قيمة للإيمان في المجتمع، وهذا اللي نقولها، ما ناش حابين احنا نستفيدوا احنا كأشخاص، وإنما المجتمع يستفيد نرجع القدوة إلى مكانها. هناك أمر آخر، يعني أنت تعرف أنه الإمام عنده واجب تحفظ، يعني الإمام كالقاضي ك يعني لا يتعامل في كثير من معاملاته مع الناس، يعني عنده واجب تحفظ مع في المجتمع، ربما يفتي ربما كذا، ولكن ربما لا يتدخل في تجارته، ربما لا يتدخل. هل برأيك اليوم هذا الإمام هذا يعني بهذا القرارات التي اتخذت سيؤدي هو كذلك دوره المنوط به، بحيث يدرك أنه راه على ثغر؟ صح، ربما الأجور تاعه بإقرار رئيس الجمهورية ما هيش كما ينبغي، تحتاج إلى ترقية ومراجعة وتحسين إلى آخره. هل برأيك هذا راح يشجع كذلك الأئمة لأداء دورهم؟ وما راهم يؤديوا في الدور تاعهم، لكن يحتاجون إلى تشجيع. بدون شك هو احنا لما ترسم اليوم وطن الامام وربط بذكرى الشيخ بالكبير، نعم. هناك احنا عرفنا بلي هذا تحدي كبير، لازم احنا نكونوا في مستوى الشيخ بالكبير، نعم. الشيخ بالكبير ما انتجه، نعم. ما تخرج عليه في واقع الناس شيء كبير، ربما شيخ انا كبير. ربما نويك نعرفوا الشيخ، نعم. بالكبير، نعم. ولكن المشاهد الكريم لازم يعرف وين كان الشيخ بالكبير. ولما رسم هذا اليوم باش يعرفوا به إن شاء الله، باش يولي يعرفوه الناس، نعم. جميعا، والدور اللي أداه دور كبير جدا جدا. في زمنه كان عنده 1400 طالب في مدرسة قرآنية، نعم. يباتوا تما ويأكلوا تما ويتعلموا تما. الآن شوف، الآن في كل الجزائر تقريبا لا أبالغ عندما أقول بأنه في كل دائرة من الدوائر كاين إمام هو من خريجي الشيخ بالكبير. ولكن شيخ أنا قبل قليل أنا قلت لك شيخ بالكبير، أنا ربما أعرفه، أنت تعرفه، المشاهد الكريم لازم يعرف بأنه، نعم. شيخ بالكبير هذا كان في أقاصي في الصحراء، في أضرار، في أضرار، في الجنوب، نعم. ولما نتكلموا على الجنوب نتكلموا على إفريقيا، ونتكلموا على عمق إفريقيا، يعني من تلاميذ بالكبير حتى من راه الآن في مالي، في السنغال، في نيجيريا. وهذا التحدي اللي احنا الآن لابد أن نرفعه، بأن نكون في هذا المستوى، يكون عندنا مردود وإنتاج في الناشئة بهذا المستوى العالي جدا. وهذا الذي نحتاج من أجله إلى آليات لابد منها، ما نقدرش نتعرب الآن. الآن منحة التوثيق اللي يعطوها لنا كل شهر هي منحة من أجل إنسان الإمام أن يطلع على المستجدات، على البحوث الجديدة، على الاختراعات في مختلف المجالات، خاصة الشرعية، النوازل ومجامع الفقه الإسلامي وما توصل إليه من بحوث ومن فتاوى ومن من من دراسات علمية. الآن هذه المنحة ما تكفيكش باش تخلص اشتراك تاع إنترنت، فكيفاش حبيت الإمام الآن يولي يبحث في هذا المستوى من البحار العميقة في العلوم؟ تحتاج إلى آليات، تحتاج. الآن كبار العلماء اللي يبانوا واللي معروفين، ما تتصورش باللي هو راه يجي للحصة ولا يجي للدرس تاعه هو الذي يقوم بالتحضير، عنده معها جيش إن صح التعبير تاع الناس يحضروا، هذا يبحث في كذا، هذا ينظم كذا، هذا ينظم كذا، وكلهم خالصين، كلهم داخلين في العملية التأطيرية لذلك العمل الذي سوف ينجزه هذا العالم. احنا الآن الأئمة بهذا يعني المستوى من المسؤولية، بهذا المستوى من 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 الرواتب، يعني كيفاش يليق باش الإمام نرتضيه نقبله جاي يكون الأول في صف الصلاة وما أدراك ما الصلاة، نعم. ومن بعد نقبله باش يكون في آخر الرتب والرواتب، يعني علاش؟ يعني علاش هذا أمر لا يستساغ، هذا تكسير للقدوات. فإحنا ما دبينا العكس، ما دبينا يكون هو الأول، ما قلناش يكون خير من الناس،
في المرحله الحاليه يكون في مستوى يكون كما 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 الناس باش على الاقل نحفظ ماء وجهه نهار الجمعه يكون بلباس لائق. اليوم اليوم انا بين قوسين البارح ربما في حصه معينه ولا احد الناس القراب قال لي يا ودي القميص اللي كنت لابسه كان شويه. اليوم رئيس الجمهوريه راه يعني اقر وقال بلي لازم يتراجع قانون الاساسي تحسين الرتب، امر وزير الداخليه اللي يستفيد الامام من السكنات وغيره الى اخره، رغم انه المساجد فيها سكنات يعني ومع رغم الاشكال الموجود فيها السكنات لانه الاشكال الموجود الان في السكنات انه بناء المساجد الان في غالبيتهم 90% او اكثر خاضع للمحسنين. المحسنون اليوم واش يديروا؟ الجمع يبنيوها الجامع ولكن السكن ما يبنيوش السكن، وهذه اشكاليه. وانا في هذا النقطه اللي حبيت نجيك سي جمال، هو هل برايك اليوم ينبغي كذلك للمجتمع، المجتمع المدني، المجتمع الخيري، المجتمع التطوعي، المجتمع الجزائري كم يعني الناس في الجزائر أن يدركوهم كذلك أنه أنا لا أدعو إلى أن يتصدقوا عليك طبعا حاشا أبدا، ولكن أن يدركوا أنه إحسانهم هم كذلك يقدر يكون في طالب العلم، في الإمام، يقدر يكون في المدرسة القرآنية، يقدر قبل يومين أو ثلاث محسن جزائري يفتح مدرسة هنا في 14 يدرس اللغة الأجنبية واللغات الأجنبية والإنجليزية بالتحديد مجانا للجزائريين. هذا هل برأيك المجتمع الجزائري أن يعود إلى تقاليده يعني بحيث يعني إذا كان عنده قدرة على الخير أنه يدير الخير للإمام؟ نعم، هو المجتمع الجزائري معروف ببذله في الأمور تاع الخير والأوقاف، ومعروف ببذله أكثر لما يتعلق الأمر ببناء المساجد والمدارس القرآنية والزوايا. يعني لما وهذا طبيعة في الإنسان يحب يشوف دراهم، يشوفها مجسدة، يشوفها بيطون، يشوفها بنيان. لكن ما زلنا عندنا نقص في الجانب البذل والعطاء في تكوين الإنسان. لأن تكوين الإنسان لما الإمام يوم الجمعة يدير إعلان يا جماعة راح نديروا الضالة، الناس تجيب الجمعة بعدها يجي يقول يا جماعة راح نكرموا الطلبة، باش نشجعوهم يجيبوا البكالوريا اللي يحفظوا القرآن. فالقيمة تاع البذل في البيطون وفي تكريم الطلبة ماشي كيف فرق، مازالت الناس ينبغي أن يكون أكثر نعمروا الجوامع، نعمروهم بالإنسان بالساجد قبل بناء المساجد. هذا هو الاستثمار في الـ في الـ في الـ في لي ريسورس اومان، يعني نعم، لانه في موروثنا موارد البشريه، في موروثنا الثقافي والتاريخي والاسلامي الاوقاف وغيره خرجت علماء من الجزائر وغلقت ثغور كثيره وابواب كثيره حتى لحقوا الى انه كاين اوقاف تاع اطعام طيور، اوقاف تاع اللي تكسر له الصحن يبدلوا له الصحن من عند الاوقاف باش ما يتعاقبش الطفل. يعني لحقوا الى حضاره عجيبه جدا نلقاوها في كتاب من روائع حضارتنا تاع احد الكتاب الاسلاميين. الان سي جمال انا معذره خلاص الوقت، كلمة أخيرة إذا كانت تكررت. احنا اليوم الأئمة بمختلف رتبهم من القيم، احنا القيم راهو إمام أو حاكم جامع، أحيانا يكون واحد هو يدير الجمعة، هو يدير الدرس، هو يقرر الدراري، هو يدير العقود إلى آخره. القيم معلم القرآن، الإمام المرشدة، معلمة القرآن، الجميع يعني استبشر خيرا بهذا القرار تاع الرئيس، والجميع يسأل كيفاش يكون تطبيق، متى سيكون، ما هي مخرجاته. وهذا الآن أنا نشوف باللي الآن الكرة في ملعب وزارة شؤون دينية والأوقاف، عليها أن تسرع في تنقيح المشروع اللي قدمناه للوظيفة العمومي باش ينحيوا النقائص اللي فيه ويزيدوا جميع المطالب اللي تقدمنا بها اللي جبناها من واقع من الميدان باش يكون هذا القانون في مستوى تطلعات هذا الرتب جميعا، ويكون في أقرب الأجل بعقد ورشات تنسيقية مع الشريك. إذا الوزارة تدير قانون وحدها راح يخرج قانون مشوه، لأنه القانون ما يندرش في الميدان. نعم، أشكرك سي جمال غول إمام ورئيس نقابة الأئمة، النقابة المستقلة للأئمة، وانت ذكرت القيم والمؤذن وكذا وكذا ونسيت المتطوع، يزعف عليك المتطوع. أشكرك مولانا وشيخنا، إن شاء الله مرة أخرى نتكلموا على التطوع في الشؤون الدينية. نعم المتطوع نتكلموا عليها. نعم. إذن مشاهدينا الكرام ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله للحديث عن الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة التونسية، أول زيارة يؤديها بعد تعيينه رئيسا للحكومة إلى الجزائر.